أمان الشتاء. أمانية شتوية سعيدة. بارتلبي، لقد اقتربت الأمان الشتوية. تبدو المدينة مستعدة جداً للاحتفال. نعم، المهم أن نضع الزينة بعناية فائقة. هاي. أعجبتني يا بي، حقاً إنها تليق بك. صحيح، بوسعي نشر موضة خاصة للأمان الشتوية. مياو. فلنرى، لدينا زينة لامعة ومصابيح ملونة، لكن ما زلنا بحاجة إلى شيء مميز، ومن دونه لن تكتمل أجواء الأمان الشتوية. نريد بسكويت غريزيلدا وكاكاو زازوني ساخن. كنت أفكر في شيء آخر، إنه أبيض وهاش ويسقط من السماء. يسقط من السماء؟ أوه، عرفته، سأقوله. تفضل يا بارتلبي. الثلج، ينقصنا الثلج. نعم، أتذكر العام الماضي في ليلة الأمان الشتوية حين اجتمعنا لوضع أمانينا عند شجرة الأماني بحلول الشتاء؟ وخرجت الأماني وتوهجت بألوان مختلفة، والثلج الأبيض الهش تساقط على الشجرة. الأماني الشتوية لا تقام إلا بثلج. تماماً، فلنذهب لتذكير الملك بإحضاره، لأنه ينشغل بشدة بهذا الوقت من العام وربما ينسى. انتظريني. ستحبها بشدة. واو. تعالي، سأمسك بك. تعالي. إنها جميلة جدا أيها الملك. أهي لأجل الأمان الشتوية؟ لا يا عزيزتي، هذه الكرة الشتوية من أجل الرقص. سأهديها لشقيقتي، فهي تعشق الرقص. تعالي. كيف تسير تحضيرات الأمان الشتوية؟ تبدو المدينة ساحرة حتى قبل استخدام السحر، وبالمناسبة ينقصنا الثلج. هذا غير معقول، ثلج الأمان الشتوية كدت أنساه. لقد انشغلت بألوان كرة قوس قزح المضيئة. فلنحضر الثلج للأماني. من هنا، اتبعاني. أمسكتها أخيراً، لقد نجحت. ماذا؟ أين هي؟ انتظراني. إذن هل ثلج الأمان الشتوية موجود في القلعة؟ لا ترو، القلعة ليست باردة بما يكفي لتخزين الثلج، بل هو هدية خاصة من شقيقتي. أتهديك شقيقتك الثلج؟ فكرت في رد الهدية؟ لدينا عادة رائعة بتبادل الهدايا في الأمان الشتوية. أهديها شيئاً ملوناً وتهديني الثلج. اتبعاني، سأريكما شيئاً مميزاً جداً. مرحباً بكما في غرفة عائلتي الملكية. واو، المرايا كثيرة. نعم، وتعد كل منها نافذة لمملكة أخرى، مملكة البلورات، ومملكة القلوب، ومملكة السماء. بم 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 بم. هذه مملكة الماء يا بارتلبي، أو كما يسميها البعض مملكة الاستحمام بلا نهاية. مملكة استحمام؟ أتمازحني؟ سأظل في مملكة قوس قزح، شكرا لك. لابد أن هذه مملكة الجليد. أنت محقة يا ترو، مملكة باردة وخلابة، الوطن المثالي لشقيقتي. شقيقتك هي ملكة الجليد. هذا صحيح، فلنرى إن كانت بالمنزل. ملكة قوس قزح، أمانية شتوية سعيدة. قلتها قبلك. نفعل الشيء نفسه منذ مليوني عام.
شقيقتي، أقدم لك صديقي العزيزين ترو وبارتلبي. سررت بلقائك أيتها الملكة. وأنا أيضاً. مرحباً. لابد أنك تتذكر آيسي، صغيرة البلورة الجليدية، يساعدني في الحفاظ على تجمد مملكة الجليد. تجميد مثالي جداً. شكراً آيسي. إنه لطيف جداً. أظنه كان سيعبر من المرآة إن استطاع. أيمكنه المجيء؟ لنلعب رجاءً قليلاً فقط. وستحب احتفالنا بالشتاء يا آيسي، فكل شيء لامع وبراق مثلك تماماً. أعذرني، أفهم، لكن رحيلك عن مملكة الجليد ليس آمناً لأي منا، فموهبته الفريدة هي نشر ما نسميه الصقيع الأبدي. ما هو الصقيع الأبدي؟ جليد لا يمكن إذابته، أليس كذلك يا أختاه؟ نعم، ما دام عزيزي آيسي موجوداً سيدوم الصقيع إلى الأبد. أمر رائع إن كنتم تحبون البرد. لا أظن ذلك. بصراحة صقيع آيسي قد يخرج عن السيطرة خارج مملكة الجليد، سينتشر بسرعة ويجمد كل شيء بطريقه. ربما يفضل أن تظل بمكانك. عذراً يا صديقي. آيسي مطيع جداً، ولكن أحياناً يصبح صعب الميراث. غير معقول، كنت أنسى. أحضرت لك هدية، صنعتها بنفسي. لطالما أردت مثلها. ما هي؟ كرة للرقص. أتوق لتجربتها. حان وقت هديتك. ثلج شديد الهشاشة كما تحبه. أمانيا شتوية سعيدة. قلتها قبلك. اتبعني يا آيسي. إلى اللقاء. لنعد لاحتفالاتنا الآن. نعم، إنها لذيذة، رائعة فعلاً. أعلم، إنها أفضل مجموعة حتى الآن. نعم. شكراً لك، لا يمكننا الاحتفال بالشتاء من دون الكاكاو الساخن. ممتاز. هنيئاً. بارتلبي، لا تنبغ بهذه السرعة لتشعر بمذاقها أكثر. فات الأوان، انتهيت. غير معقول، تعال سأدفئك. بارد بارد بارد، إنك تتجمد، أحتاج سترة من الفراء. سأتولى الأمر. أحسنت يا بي. أيها المساعد الصغير، كيف بردت هكذا؟ الكائن البلوري اللطيف من مملكة الجليد، الذي يصنع صقيعاً أبدياً لا يذوب. الصقيع الأبدي الذي لا يذوب. سيتجمد المهرجان بأكمله. فلنعده إلى موطنه. وفي الحال آيسي، تعال إلى هنا يا حبيبي. آيسي.
سأمسك به. لا أصدق ما أراه. هذه بلورة ثلج؟ أي كاكاو. أيها المتجمد الصغير، تعال هنا. واو، إنه سريع. ورطة. بيلي، هل أنت بخير؟ أظن ذلك، لطالما كان ذيلي معوجاً. أيها الصقيع الأبدي، قلت لك ارحل. يا للورطة الكبيرة، سحر قوس قزح يعجز أمام الصقيع الأبدي. لحسن الحظ لم تمسك بآيس يا بي، وإلا لكنت تجمدت أيضا. إن لم نمسك بهذا البلوري سيفسد المهرجان بأكمله. ربما لا يعرف أن ما يفعله سيء، ففي عالمه قدرته على التجميد شيء جيد. وكيف سنوقفه؟ فلن يستمع إلينا. سيستمع إلى ملكة الجليد. أيها الملك، هل طلبت من شقيقتك المجيء لأخذه؟ نعم، فكرة جيدة ثرو. سأطلب من ملكة الجليد المجيء لاستعادته في الحال. وحتى يفعل، علينا منع آيسي من تحويل كل الأشياء والكائنات إلى كتل جليدية. لن يكون هذا سهلاً. أحتاج إلى مساعدة الأماني وبسرعة. كيميولو! إلى شجرة الأمان رجاءً، بسرعة! انتشري أكثر، إلى اليسار، قليلاً بعد. نعم، ممتاز. زيف! أهلاً، تفضلا. كنت أعد الأماني لتبدو بأفضل حال بالأمان الشتوية. قد لا تقام الأمان الشتوية بهذا العام. لدينا مشكلة صقيع، مشكلة صقيع أبدي. صقيع أبدي؟ لقد سمعت عنه من قبل، لكن ليس بمملكتنا. أحضره كائن بلوري صغير من مملكة الجليد. إنه لطيف جداً، لكنه يجمد كل ما يلمسه. لم نستطع تسخينه أو إذابته، لا فائدة. غير معقول، فلنجلس ونفكر. حسناً ترو، كيف ستساعدك شجرة الأماني؟ سيطلب ملك قوس قزح من شقيقته المجيء لأخذ بلورتها، لكن حتى تصل إلينا، علينا حماية الموجودين بالمهرجان من التجمد تماماً. سمعتك شجرة الأماني ترو، حان الوقت لتحصلي على أمانيك. أنا مستعدة. يا شجرة الأماني، يا شجرة الأماني، شاركي أمانيك المذهلة معي رجاءً. شاركيني يا شجرة الأمنية، شاركيني بأمنيات جداً صغيرة. شاركيني رجاءً يا شجرة الأمنية، بالقوة السحرية معاً نصنع المعجزات. قصدي بالقوة السحرية معاً نصنع المعجزات. هيا فلنرى ماذا ستقول الموسوعة عن الأماني. أول أمنية، وارمو. إنها من أفضل أمنيات الدفء على الإطلاق. دفء شديد، آمل أن تدفئ الجميع حتى مجيء ملكة الجليد. أو نعم، هذا لطيف. فلنرى أمنيتك التالية. شومبي، أمنية حماية. شومبي أمنية وقاية. يمكنها حماية أي كائن من أي شيء. إنها أمنية قوية جداً. هذا ما نحتاج إليه. يمكنك حمايتنا من الصقيع الأبدي. والأخيرة أمنية مميزة جداً، بقوى فريدة أيضاً. سلوثبي يبطئ أي شيء. واو، ربما يستطيع سلوثبي إبطاء آيسي لتمسك به يا بي. ماذا؟
بوسعي الإمساك به بسهولة. إنه سريع بالفعل، لكنني أسرع بكثير. لكن هناك مشكلة التجمد، أتذكرين؟ صحيح، الأفضل أن نعود إلى المهرجان. أيتها الأماني، حان وقت إنقاذ المهرجان الشتوي. زوز زب زاب، الأماني في حقيبتي. شكراً زي، تمنى لنا الحظ. أتمنى لكم حظاً طيباً. شكراً على الأماني يا شجرة، احترسي من الصقيع الأبدي. فلنعد إلى المهرجان يا كيميلو بأقصى سرعة. ترو، عليك رؤية هذا. أوه لا، ينتشر الصقيع الأبدي في الغابة اللامتناهية. كيميلو بسرعة، انزلي هنا لنساعد هؤلاء الصغار. سأردع هذا الصقيع. لا يا بي، الوضع خطير، تراجع، حان وقت أمنيتي الأولى. زيب زاب زو أختارك، ساعدينا يا شومبي، تحققي يا أمنية. شومبي غطي الصغار واحميهم من الثلج، فهو بارد جدا، أيمكنك ذلك؟ آمل أن تنجحي. رائع، قوى الأمنية كافية، حماية رائعة شومبي. نعم، أيها الصقيع الأبدي، مت أيضا. آسي لا، ابقى ثابتا، أفهمت؟ لا، لا نستطيع اللعب معك. لا 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 لا، لا تلمسه. شومبي، هل أنت بخير؟ شومبي تحاول كسر الجليد. أحسنتِ، ستنجحين، واصلي كسره. شكراً شومبي، أنت شجاعة جداً، هل حميت الصغار بينما أطلب المساعدة؟ شكراً شومبي. علينا إيقاف الصقيع ترو. لا تقلق بي، سنفعل، لا أعرف كيف، لكن سنفعل. شكراً كيميلو، اعتني بنفسك، ابقي بالأعلى بعيدة عن الجليد. آمل أنكما تحملان أمانية جيدة لتدفئتنا. الجو بارد جداً. لدي الحل المناسب، حان وقت أمنية الثانية. زب زاب زو أختارك، أخرج وارمو. وارمو، تحققي يا أمنية. مرحباً وارمو، حان وقت تدفئة الجو. شراب الكاكاو الدافئ، شكراً شكراً شكراً. هيا، الشراب هنا يكفي الجميع. أرأيت يا بارتلبي، ستكون الأمور بخير. لديك مكالمة. ترو، لا أستطيع الوصول لملكة الجليد. القلعة مغطاة بالصقيع الأبدي، ومرآة العبور لمملكة الجليد مكسورة. إذن هكذا وصل آيسي إلى مملكة قوس قزح. بالطبع، وطالما أنه استطاع المرور سأستطيع أيضاً. تعني نحن سوف نأتي معك. نعم، ماذا؟ إلى مملكة الجليد؟ تمنيت أن ترافقاني، فإن كان سحري عاجزاً أمام الصقيع الأبدي سأحتاج إلى كل المساعدة الممكنة. نحن قادمان. ترو، مهلاً، لا يمكننا الذهاب، إنها باردة، باردة جداً، فالجو... وماذا عن أصدقائنا؟ لا نستطيع تركهم لمواجهة الصقيع الأبدي. أنت محق يا بي، لكن ما دامت القلعة تجمدت، فقد يصل الصقيع الأبدي إلى شجرة الأمان أيضاً. لا يمكننا الانتظار، لدي فكرة لحماية أصدقائنا في غيابنا. حان وقت أمنيتي الثالثة. زب زاب زو أختارك، نحتاج إليك سلوثبي، تحققي يا أمنية. سلوثبي، نحتاج إلى وقت أكبر، فالصقيع الأبدي سرعته مفرطة ونريد أن نبطئه. إنه شديد البرودة، فهل يمكنك إبطاء حركته إلى أن نعود؟
الآن أنظر. نجح الأمر، أبطأ سلاسبي الصقيع بالكاد يتحرك. نجح بالفعل، أحسنت سلاسبي. سلاسبي، أيمكنك التحمل لبعض الوقت؟ سيبطئ سلاسبي الصقيع حالياً، لكن آمل أن نعود قبل عودة آيسي. سنكون بخير نترو، اذهبا للمكان شديد البرودة وسنحافظ على أجواء الاحتفال بشراب الكاكاو الساخن. وإن عاد الكائن البلوري سنكون هنا لمواجهته. إنهما شادو وسيلفر كلو. نحن في الخدمة، لقد سمعنا بشأن الصقيع الغامض. سننتبه للكائن البلوري ونمسك به إن استطعنا. سنساعد جميعا في إبعاد الصقيع. كنت واثقة من ذلك. كيميلو، يسرني صمودكم بينما قد تتعرض شجرة الأمان إلى الخطر. إلى القلعة رجاء كيميلو. مهلا، أقالت إن شجرة الأمان قد تكون في خطر؟ هذا ممكن، فالصقيع أصبح بطيئا، لم يتوقف. وكائن الجليد البلوري ما زال طليقا بمكان ما هنا. اسمعوني جميعا، سنغير الخطة، سنصعد إلى شجرة الأمان. إذن سنعبر الآن من بوابة مكسورة إلى مملكة متجمدة دون أمنيات. أخبريني بأن الأمور ستكون بخير ترو. بل ستكون بأفضل حال يا بارتلبي، سترى. سنجد ملكة الجليد ونمسك بالكائن البلوري وننقذ المهرجان، ثم نضع أمنياتنا الشتوية على شجرة الأمان. سوف تكون أروع أمان شتوية على الإطلاق. أهذا وعد؟ أعدك بالطبع. انظري ترو، أثر الصقيع الأبدي. يبدو أن آيسي اتجه من غرفة العائلة الملكية لمدينتنا. أسرعي كيميلو، ملك قوس قزح ينتظرنا. شكراً كيميلو، بوسعنا النزول هنا. هل علينا أن نتبعه إلى مملكة الجليد يا ترو؟ فهي باردة. الملك بحاجة إلينا يا بي، إن لم نوقف الكائن البلوري ستتجمد شجرة الأمان. أثبتا، أعني انتظرا، ستتجمدان إن خطوتما فوق الصقيع الأبدي. أوه صحيح. هيا. هذا شعور غريب. فليوقف أحدكم الدوران. كما تريان، مرآة العبور لمملكة الجليد تحطمت، لا أستطيع استخدامها للاتصال بشقيقتي. ألا يمكنك إصلاحها بالسحر؟ حاولت، لكن زجاج مملكة الجليد شديد البرودة وتعجز قواي السحرية أمامه. إذن علينا المرور عبرها كما فعل آيسي ونطلب المساعدة من الملكة. لا أعرف أين قد توصلنا. وما دامت مملكة الجليد شديدة البرودة قد يكون الأمر خطيراً. سنحتاج إلى مساعدة الأمان بالتأكيد. لكنني استخدمت كل الأمان لتدفئة الموجودين بالمهرجان الشتوي وحمايتهم. يعقل أن تعطيني شجرة الأمان ثلاثاً غيرها؟ أمنيات أخرى؟ لم تطلبي أكثر من ثلاث أمان من قبل، صحيح؟ لا، لكن شجرة الأمان تساعدني كل ما احتجت إليها. نحتاجها بشدة، لذا عليك العودة لشجرة الأمان. عودي سريعاً يا ترو، قبل تحول مملكة قوس قزح لمملكة الصقيع. خذي، هذا سيدفئك. زي ترو، بارتلبي، عدتما مجدداً؟ هل الأمور بخير؟ بصراحة تبذل الأمان كل جهدها لحماية الجميع وتدفئتهم، لكن الصقيع الأبدي ينتشر. لذا علينا إحضار شقيقة الملك، ملكة الجليد، لتأخذ بلورتها الجليدية. آيسي، لذا علينا عبور المرآة المكسورة لمملكة الجليد لإحضارها. ليس من عادتك أن تطلبي ثلاثة أمان إضافية، لكن الشجرة ستساعدك، فلنجلس ونفكر. حسناً ترو، كيف ستساعدك شجرة الأمان؟ كل ما أعرفه أن مملكة الجليد شديدة البرودة ولا نعرف أين سنهبط، لذا قد نقطع مسافة بعيدة للعثور على ملكة الجليد.
لقد سمعتك شجرة الأمان ترو. حان الوقت الآن لأمانيك الثلاث. أنا مستعدة. يا شجرة الأمان، يا شجرة الأمان، شاركي أمانيك المذهلة معي رجاءً. شاركيني يا شجرة الأمنية، شاركيني بأمنيات جدا صغيرة. شاركيني رجاءً يا شجرة الأمنية، بالقوة السحرية معا نصنع المعجزات. بالقوة السحرية معا نصنع المعجزات. كنت محقة ترو، منحتك شجرة أمانية إضافية. نعم، لكنها أعطتني أمنيتين اثنتين. ربما شعرت بأنك ستحتاجين الاثنتين فقط، فلنرى. هذا ريتشو، أمنية تمدد، يمكنك استخدامه للإمساك بشيء بعيد أو تخطي الحواجز. سيفيدني ريتشو بمملكة الجليد. وبعدها لدينا سي ثرو، تكشف لك ما وراء الأشياء. آمل ألا تكون ملكة الجليد مختبئة، لكن ما دامت الشجرة ترانا بحاجة إلى سي ثرو سنحتاجها. أوه. شكراً زي. أيتها الأمنيتان، فلنبحث عن ملكة الجليد. أوه. زو زب زاب، الأماني في حقيبتي. إلى اللقاء زي، أعلم أنك ستحمي شجرة الأماني من الصقيع الأبدي. بالطبع، اذهبا الآن، المملكة تعتمد عليكما. أنت دافئ، هل تذهب لمملكة الجليد لتدفئني؟ جوزيلدا، ماذا تفعلون هنا؟ قلت بأن شجرة الأمان في خطر، لذا أقنعت الجميع بالمجيء للمساعدة. سنقيم الأمان الشتوية هنا. شكراً جوزيلدا، أشكركم جميعاً. أعلم أنكم ستحمون شجرة الأمان وتدفئونها في غيابنا. هيا بارتلبي. أنا قادم. تذكرا أن المرآة مكسورة، لذا لا نعرف أين سنهبط بالضبط. قد يكون الوضع خطيراً. أمستعدان حقاً؟ مستعدان. حسناً، فلنذهب. أعني لست مستعداً، لست مستعداً أبداً. وصلنا لقلعة الجليد. جميلة جداً، حتى الصقيع الأبدي يبدو مختلفاً هنا. مياو، سأتجمد. لا تقلق يا بارتلبي، الصقيع الأبدي نشأ في مملكة الجليد وليس مؤذياً هنا أبداً. ظننتك قلت ليس مؤذياً. ألا يفترض أن يظل جليداً إلى الأبد؟ لست متأكداً، لكن شقيقتي لديها الإجابة بالتأكيد. ليتنا نعرف مكانها الآن. آيسي؟ أين أنت؟ هناك واحدة أخرى. هيا هيا، أنا أرجوك، لماذا هذا الذوبان؟ هنا وهناك وهنا وهنا، أوصفه بالألوان، ألوان ألوان. أين يوجد آيسي الآن؟ أحتاج سحره في المكان. إنه الشتاء أرجاء، وليس وقت الاختباء. أحتاجك أن تجمد الأشياء، أترجاك الآن بلا عناء. ضياع المملكة أكيد بدونك وبدون الجليد. ملك قوس قزح، سررت برؤيتك. وأنا سررت برؤيتك أيضاً. أتذكرين ترو وبارتلبي؟ مرحباً بكم في قلعة الجليد، لكن يؤسفني أن تزوروها في هذا الوضع السيء. آيسي! لا داعي لمنادات آيسي أيتها الملكة. آيسي في مملكة قوس قزح. لكن كيف؟ عبر آيسي من المرآة السحرية وكسرها. والآن أيتها الملكة، يكاد الصقيع الأبدي يغطي مملكتنا كلها. إذن كلا مملكتينا في مأزق كبير. ماذا تعنين؟ من دون آيسي، جنتي المجمدة سوف تذوب.
لكنني ظننت الصقيع الأبدي يدوم إلى الأبد. هذا إذا كان عيسي قريباً، فلديه رابط سحري مع الصقيع الأبدي. مياه تسقط فوقي. هذا سبب أكبر لنعيد آيسي لموطنه في أقرب وقت. عليك المجيء لأخذه يا ملكة الجليد، سيستمع إليك وحدك. سيسرني الذهاب لإعادة هذا المشاغب الصغير، لكن في غياب آيسي علي البقاء بمملكتي لتظل آمنة ومتجمدة. عليك المجيء إلا إن أخبرتنا كيف نحضره إليك. فلتستخدم الأمنية التي أهديتني إياها بمناسبة المهرجان. نعم، الأمنية الزرقاء المحققة للأمال، ما زال بوسعها اختيار ما تريد أن تحققه. سنأخذها. أعني أتسمحين لنا باستعارتها؟ أسمح لكم بالطبع، لكنها مع كل مقتنياتي في معرض الجليد. يبدو هذا بعيداً. يمكننا فعلها، سنأخذ الأمنية ونعيد آيسي لموطنه بأقصى سرعة. شكراً نترو، أعيد إلي آيسي بأقصى سرعة، أفتقده بشدة. سأصلحه، اذهبوا، هيا. الكائن البلوري الصغير يقترب بشدة. وصل الجليدي الخطير إلينا. لماذا أتى لشجرة الأمان؟ اللمعان! لم يستطع آيسي مقاومة الزينة اللمعة في المهرجان. نعم، بوسعنا استخدام شيء لامع لإبعاده. يا بلورة الجليد، أتريد اللعب بهذا؟ لامعة جدا. سأتجمد إلى أجل غير مسمى. إنه بارد، لكنه ليس سيئاً. فشلنا في مهمتنا. سنعتمد على ترو والقط الصغير. أظننا أوشكنا على الوصول. لن أستهين بفراء أبداً بعد الآن. شكراً يا فراء، أنا أحبك. لا أستطيع الطيران في هذا البرد. لابد من طريقة لتجاوز الجليد بسرعة أكبر. في الواقع التزحلق أسرع من السير. أيها الملك، هل تمانع أن أدفعك؟ ادفعيني يا ترو. يا للروعة، هذا أسرع كثيرا من السير. هاي، انظر يا بي. هذا رائع وأسرع كثيرا من السير. هذا ممتع. ما هذا الصوت؟ يبدو كصوت جليد ينكسر. أوه لا، الجليد ينكسر بالفعل. إنه يذوب الآن تماما كما في قلعة الملكة. يا للورطة، أصبحنا عالقين. كيف سنصل المعرض الآن؟ يجب علينا أن نتحد معا. حان الوقت لأمنية الأولى. زب زاب زو أختارك. استيقظ ريتشو، تحقق يا أمنية. ريتشو، نحتاج إلى مساعدتك لإعادتنا معا، أيمكنك ذلك؟ ترو، أنا اشتقت إليك بشدة. لا تنسى يا أمري. لا تقلق، سننقذك. شكراً يا ريتشو. ريتشو، علينا الوصول إلى معرض الجليد البعيد.
جدي هناك، يمكنك مساعدتنا؟ هيا افعلها إذا ريتشو. نعم، تمدد بقدر استطاعتك. حسنا، تشبثا الآن. نتشبث بماذا؟ مدهش حقا، هذا ما نحتاج إليه بالتأكيد. ماء بارد على ظهري. أوه، هذا منعش جدا، استمتعت بشدة. شكرا ريتشو، ما كنا لنعبر من دونك، والآن عد إلى الحقيبة. أعثري على الأمنية المميزة لنعود. بالطبع يا بي، لكن أولا علينا إيجاد الباب. أوه، يا للدهشة، لم ألاحظ وجودكم. مرحبا، أتينا من قلعة ملكة الجليد وهي شقيقتي، ومن الضروري أن ندخل إلى المعرض. هلا أرشدتمونا إلى الباب؟ لا أظن أن هؤلاء المجمدين سيساعدوننا. ألا يبدو لك الأمر غريبا بعض الشيء؟ نعم، أنا لا أشعر بأصابع قدمي. يتحرك كل الحراس في نفس الوقت. هذا يشبه انعكاس الضوء على كرة الملكة للرقص. يبدون وكأنهم عدة حراس، لكنهم في الحقيقة واحد. واو، كيف نعثر عليه إذن؟ بمساعدة الأماني. حان الوقت لأمنية الثانية. زب زاب زو، أختارك. اخرجي يا سيثرو، تحققي يا أمنية. سيثرو، يوجد حارس جليد مختبئ بمكان ما هنا، هل ساعدتني في إيجاده؟ أها. وجدته. احترسي ترو. المعذرة. إنه مجرد مكعب ثلج صغير. يجب علينا إيجاد شيء مهم جدا في معرض الجليد، هل ساعدتنا للدخول أرجوك؟ سوف تذوب مملكتك، وكما ينتشر الصقيع الأبدي في مملكتنا، فإن الذوبان ينتشر لديكم. لكننا هنا للمساعدة، هل أدخلتنا؟ إنه صغير بعض الشيء. أوه، هذا أفضل. شكراً سيثرو، ساعدتنا كثيراً. زو زبزاب، عودي إلى الحقيبة. كنوز كثيرة جدا. تمثال لملك قوس قزح، يشبهك تماما، لكنه أبرد. ما هذا؟ وجدتها يا بي. هذه هي الأمنية التي أهديتها للملكة، قدراتها بلا حدود بالفعل. هل يمكنها أن تفعل ما تشاء؟ بكل تأكيد، جرب استدعائها يا ترو. حان وقت الاستيقاظ، مملكة قوس قزح تحتاجك. الأمنية الصغيرة قوية بالفعل. إذن أيمكنك المساعدة؟ إذن فلتدخلي إلى حقيبتي. أشعر بها، أشعر بالدفء. أوه، أشعر بالدفء أيضا هنا. نعم، ليت الجميع في مملكتنا يشعرون به أيضا. ربما يمكنهم فعل ذلك، فلنذهب. لم تشتته الأشياء اللامعة، لا أعرف ماذا أفعل. توقف، إن لم تكن تلاحظ بعد، صقيعك الأبدي جمد كل شيء بمملكتنا وكل أصدقائنا أيضا. لكننا لا نريد التجمد. آيسي، هذه شجرة الأماني، نعلم
أنك حسن النية، لكن إن اقتربت أكثر قد تؤذي تلك الشجرة. والآن رجاءً، هل أوقفت انتشار الصقيع؟ لا أظن أن بوسعه إيقافه. إذاً حان الوقت لرفع الأمنيات إلى أعلى الشجرة، ستكون أكثر دفئاً. لا! بسرعة، أعطيني يدك. أسرعي. للأسف تأخرنا، وصل الصقيع الأبدي إلى شجرة الأماني. أصدقاؤنا تحولوا لجليد. لا تقلق، الأمنية الزرقاء موجودة لمساعدتنا. زيب زاب زو، أختارك. الأمنية الزرقاء المميزة، تحققي أمنية. يا أمنيتي الزرقاء المميزة، حان وقت استخدام سحرك. لا 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 لا. هل قدراتك التي بلا حدود أن تغني؟ لا 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 لا. ألم تجعلك مطمئنا وبأن الأمور ستكون بخير؟ أوه، شعر بدني وشعرت بدفء داخلي. هيا جربها. حان الوقت، هيا تجمعوا، حان الوقت الآن لنشر الدفء بالمكان. لدينا أمنيات لسعادة الأوقات، ننشد الأغاني لكل الأماني. حان الوقت، هيا تجمعوا، بكل طريق لدينا ألف صديق. على الأنغام ينتشر السلام، ننشد الأغاني لكل الأماني. أجل، ترو، أنقذت شجرة الأماني. بل أنقذتها الأمنية الزرقاء، لكن ما زال علينا إعادة آيسي. آيسي! لا بأس آيسي، سررنا بشدة لرغبتك بالمجيء للعب معنا، لكن ملكة الجليد بحاجة إليك، وأظنك تفتقدها أيضاً، أليس كذلك؟ لكن ربما نأتي لزيارتك يوماً ما. إلى اللقاء! أتعلمين، رغم أنه جمد كل شيء وكاد يفسد احتفالنا، إلا أنني سأشتاق إلى هذا الصغير. نجحت ترو، أنقذت شجرة الأماني والمملكة. مرحبا! هذا بفضل أمنية مميزة جداً. كدت أنسى الأماني الشتوية. أعدوا أمانيكم جميعاً، حان الوقت. أعرف أمنيتي. أيمكننا التمني أيضاً؟ بالطبع، يمكن للجميع التمني بالمهرجان الشتوي، وتتحقق أمانيهم دائماً. والآن برأيي ينقصنا شيء واحد فقط. هل هي فكرة جيدة؟ يبدو جميلاً بالفعل. الشجرة مستعدة للأماني. وفيت بوعدك ترو. أي وعد تقصد؟ لقد وعدتني بأن نقضي أفضل أماني شتوية على الإطلاق، وكان كذلك. وداد! مهرجان الحصاد. أسقط أيها التفاح. أوبي، أخبرتك بأن عليك الانتظار. أسقط، واحدة فقط، هيا. تفاحة صغيرة واحدة فقط رجاءً، هيا. لن يحدث هذا يا بارتلبي، أشجار التفاح لا تسقط ثمارها إلا حين تبدأ بقيلولتها الشتوية. ترو محقة بارتلبي، لا يمكنك استعجال شجرة تفاح، وإن أخذت الثمرة قبل أن توقعها، الشجرة ستنزعج بشدة. هل بقدر انزعاجي؟ لأنني لم آكل التفاحة بعد. وأكثر. أنا لا أظنك لاحظت بدقة مدى الحزن على وجهي. سأحاول مجدداً.
الأمر يستحق الانتظار، فإن قطفت الثمرة مبكراً سيكون مذاقها حامضاً وستنزعج بشكل آخر. عجباً يا ترو، هل أكلت تفاحة حامضة للتو؟ لا، كنت أوضح لبارتلبي ما يحدث بهذه الحالة، فلم يعد يحتمل الانتظار. بصراحة يا بارتلبي، الأمر أكبر من مجرد تفاح طازج، فأوراق الشجر كلها يتغير لونها. أحب تحولها من الأخضر إلى الأصفر الذهبي والأحمر القوي كالفجل. أوه، أنا متحمسة لغفوة الأشجار. لن ننتظر طويلاً، فالقائد الأكبر لمهرجان التفاح سيأتي في أي لحظة لاستدعاء غيوم الخريف الرمادية الداكنة. ها قد أتى. رحب رجاءً بمحترف الكآبة وخبير القلق وأمير الأحزان، ابن عمي غلامي غلوما. أصبحت مفيداً، يا لفرحتي. بل مفيد جداً، أنت سبب موسم حصاد التفاح. يا للروعة، دعنا ننهي الأمر فحسب. لما تهتمون بمهرجان حصاد التفاح على أي حال؟ يتحمس الجميع لتغير الفصول، الهواء العليل والمرح ولون أوراق الشجر ودفء الأغطية. لا تنسي الأوشحة. والأوشحة. لكن الأهم هو التفاح اللذيذ. لا أظنه جيداً لهذا الحد، لا شيء يستحق هذا المدح. هل تعني أنك لم تأكل تفاحة من قبل؟ لا أحب تجربة أشياء جديدة. لكن حتى أنت ستحبها يا غلامي، إنها حلوة ومقرمشة وشهية. سأقيم هذا بنفسي. لكنها ليست جاهزة. حامضة ولينة وليست شهية على الإطلاق. لا أفهم لما قد يحبها أحد غيري أنا. إنها غير جاهزة، سيتغير مذاقها حين تنضج. لا أريدها أن تتغير، إنها مثالية كما هي. لا يعقل أنك تعني ما فهمته. ستظل الفاكهة حامضة ومهرجان التفاح سيلغى. هذا ما فهمته من كلامك. لا مهلاً، عودي يا غيوم وأعيدي ظلك رائعة معك. لم أتوقع أن التفاح الحامض مقزز هكذا. لابد أنني أجهل أشياء كثيرة. بالضبط. لماذا لا أريك بعض الأشياء الرائعة التي تتغير في المملكة؟ كيف ستفاخر بيشاحي الجديد بهذه الحرارة؟ ألا يهتم أحد بالأوشحة؟ إنه المزارع موسر، ماذا سيحدث إن لم تسقط الأشجار ثمارها وتخلد إلى النوم؟ إن لم تحظى الأشجار بقيلولة شتوية ستظل حزينة طوال الصيف القادم. مهلاً، ما معنى هذا؟ ماذا سيحدث لثمار التفاح؟ لن تكون الثمار حميضة بهذا العام فقط، بل ستظل هكذا في العام القادم وما يليه. لا تقل وما يليه أيضاً، ليس العام الذي يليه. إذن علينا مساعدتها لتنال قيلولتها الشتوية. ربما نجد طريقة لتهدئة الأشجار، وحينها ستهدأ وتخلد إلى النوم. هذا ممكن. أنت شجرة جيدة، اهدأ الآن، اهدأي وأعطي الفاكهة للمساعد اللطيف. هيا. لا، أصبحت الأشجار عصبية، لن تقتنع بالنوم الآن. لكن هكذا لن نأخذ التفاح الحلوة أبداً. مهلاً، دعا المساعدين. علينا التصرف فوراً يا أبي، نحتاج المساعدة. أوكي ميولو، إلى شجرة الأمان رجاءً. وشاح أم قبعة؟ مرحباً بكما، كنت أختار ملابسي لموسم حصاد التفاح. لن ترتدي شيئاً، لأن موسم حصاد التفاح لن يأتي. قطف غلامي غلوما تفاحة قبل نضوجها وقرر أنه يحبها حامضة. أبعد الغيوم وسحب قواه الكئيبة. الأشجار مستاءة وترفض إسقاط الفاكهة. ألن تتغير المواسم؟ هذا سيخل بتوازن كل الكائنات الحية. فلنجلس ونفكر.
أنترو، كيف ستساعدك شجرة الأمان؟ حسناً، علينا إيجاد حلاً لسطوع الشمس لأنه يمنع الأشجار من النوم، ونريد شيئاً لتهدئتها لتترك المساعدين وتحظى أخيراً بقيلولة الشتاء. سمعتك شجرة الأمان درو، حان الوقت لأمنياتك الثلاث. أنا مستعدة. يا شجرة الأمان، يا شجرة الأمان، شاركي أمانيك المذهلة معي رجاء. شاركيني يا شجرة الأمنية، شاركيني بأمنيات جدا خجلة. شاركيني رجاء يا شجرة الأمنية، بالقوة السحرية معا نصنع المعجزة. بينج بينج. نصنع المعجزة. إنها مجموعة أماني مدهشة، فلنرى ماذا ستقول الموسوعة عن قواها. هذا شيدي. شيدي أمنية بهيئة مظلة تغطي الأشجار حين تزهر. يمكنك حماية الأشجار من وهج الشمس، وحينها ستدرك أنه وقت النوم. والأمنية التالية هاشاباي، أمنية الغناء. بوسع هاشاباي أن تهدئك بموسيقى رقيقة ومريحة. ستغنين للأشجار حتى تغفو. سررت برؤيتك مجدداً. وأخيراً لدينا بينج بينج، إنها أمنية مذياع ترسل الصوت لأماكن بعيدة. ما تقولينه عبر نصفها الأول يخرج عبر نصفها الثاني. سررت بلقائك بينج بينج. أوه، حان دوري. بارتل بي قط رائع. بارتل بي قط رائع. أوه، كنت أنسى، نصفا بينج بينج يحبان البقاء معا ويتوتران إن افترقا. مثلي أنا وترو. لا أعرف كيف ستساعداننا يا بينج بينج، لكن أعدكما بألا تفترقا طويلا. في حقيبتي. حظا طيبا. شكرا زي، سنفعل ما بوسعنا. الشمس ساطعة جدا من دون الغيوم الرمادية. أظن الوقت حان لتخلع وشاحك. مستحيل. قريبا. حسنا الآن. أتسمع صوت بكاء؟ نعم أسمعه بالفعل. لا أعرف إن كان صوت الأشجار أم المساعدين. أياً كان، يبدو أن المزارع موسر بحاجتنا، فلنذهب. حسناً يا بي، علينا تهدئتها. هل نهدئ المزارعين أم الأشجار؟ كليهما. وقت أمنية الأولى. زيب زاب زو، أختارك. استيقظ شيدي، تحقق يا أمنية. حسناً شيدي، عليك تغطية الأشجار. أعلى. أولا، شيدي عالق، تضخم بوقت مبكر، يجب أن يرتفع فوق الأشجار ليغطيها. كيف سنخرجه من هناك؟ كان بإمكاننا تسلق الأشجار لولا حركتها الشديدة. عذراً يا شجرة التفاح، أتسمحين لنا بتسلقك؟ لا فائدة يا ترو، سيمنعها انزعاجها من سماعك. لكن قد تستمع لأغنية هادئة، حان وقت أمنيتي الثانية. زيب زاب زو، أختارك. استيقظي يا هاشاباي. تحققي يا أمنية. حسناً يا هاشاباي، غني تهويدة لتساعد الأشجار العصبية على النوم. أيمكنك ذلك؟ حسناً يا بي، تحدث وأقنعها. مرحباً سيد وسيدة شجرة، ارفعاني إلى الأعلى من فضلكما لأساعد شيدي في التحرر. شيدي، أيمكنك التقلص للحظة رجاءً؟ شيدي.
أسرد جناحيك. أحسنت يا أبي، انظر الأمر ينجح. إنها نائمة، أيمكننا قطف ثمار الآن؟ لا أنصح بذلك، لا 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 تصدر أي صوت. لن نستطيع أن نصمت للأبد. ليس للأبد، حتى يتغير الفصل فقط، ولفعل ذلك يبدو أن علينا إيجاد غلامي. نجد غلامي، فكرة جيدة. ستكون فكرة جيدة أيضاً إن أتيت معي. أتفق معك. أوكي ميولو. أخفضي صوتك، الأشجار تحاول النوم. مستنقع غلامي مشمس أكثر من العادة، لابد أن هذا يضايقه. ربما يساعدنا ذلك لإقناعه بإعادة الغيوم. ملك قوس قزح، أين غلامي؟ دخل مسكنه ويرفض الخروج. لقد حاولت إقناعه بإعادة الغيوم وتغيير الفصول، والنتيجة؟ فهمت، ما زالت الشمس ساطعة، لم يقتنع. فعلت ما بوسعي لأثبت له أن التغيير أمر جيد. جعلته يرى كيف تنسج اليرقة شرنقة وتتحول إلى فراشة، لكن غلامي أحب الشعور لزوجة اليرقة ورأى أن الأفضل أن تظل لزجة كما هي. جعلته يرى كيف يأخذ النحل الطنان رحيق الأزهار لتحويله إلى عسل، فقال إنه لم ينتبه لرائحة الأزهار من قبل، ورأى أن النحل عليه ترك الأزهار وشأنها. وكلما جعلته يرى تغير شيء للأفضل أراد أن يبقيه على حاله. والآن يجلس بالداخل متعكر المزاج وينقع قدميه بوعاء من الإحباط. لكن نريد منه العودة للبستان، ربما نقنعه بالخروج بمساعدة أشيائه المفضلة. ابتعدوا، أنا مشغول بالانزعاج بشأن سطوع الشمس. أتعرف ما قد يقلل سطوعها؟ الغيوم الرمادية. حيلة ذكية. ألا تريد الخروج والبحث عن سائل اليرقات اللزج؟ لدي القليل بالفعل. ما رأيك بقطف بعض الأزهار؟ سمعت أنها تجعل السلطة بشعة. ربما غداً. إن غيرت رأيك؟ لن أفعل. سنكون عند البستان. لا أشعر بأجواء مهرجان حصاد التفاح. يبدو كمهرجاني. الصمت. ربما بعد نوم الأشجار لفترة قليلة قد نستطيع قطف الثمار. بصراحة. شادي. لا تبكي يا شادي، تفعل ما بوسعك في موقف صعب. أيها المزارع موسر، حاولنا مساعدة الأشجار لكن حتى الأماني لن تفيد من دون غلامي. ألا يوجد أمل؟ اعتنيت بما حصل بها مشكلة جفاف أو رطوبة أو حشائش، لكن لم أصادف أشجارا عصبية من قبل. كل الأشجار هنا أصابها اكتئاب، لأن الشمس حارة لا ترحم الأحباب. لا تجادل. غير معقول، لم أرى موسر مكتئبا هكذا من قبل. هذه كآبة شديدة، لقد تفوق علي. الآن كل الأشجار بها التفاح. إن سمع غلامي هذه الأغنية فسيفرح بالفعل أو سيحزن. قد يكون هذا الحل لإعادة غلامي إلى البستان. بوسعنا استخدام بينك بينك ليسمع غلامي غناء المزارع موسر، وحينها سوف يود سماع المزيد وسيعود إلى البستان. حان وقت أمنية الثالثة. زب
سبزو أختارك. استيقظا يا فينفينغ، تحقق يا أمنية. ألا يجب أن ينفصلا ليعملا؟ أتتذكر ما قاله زي؟ يتوتران حين يفترقان. لا تقلقا، ستعودان معا بأقصى السرعة. ستنفصلان قليلا فقط لمساعدتنا بإقامة مهرجان التفاح. اتفقنا؟ كل الأشجار هنا أصابها اكتئاب، لأن الشمس حارة لا ترحم الأحباب. هيا يا بي فلنذهب. كيميولو، وهذا خطر جدا على كل الأشجار. الآن كل الأشجار ترو، لا أريد زيادة كآبة هذا اليوم، لكن حتى إن عاد غلامي هل سيعيد الغيوم؟ واثقة من ذلك بي، يحتاج فقط إلى الدافع المناسب. غلامي، أحضرت شيئا سيعجبك بشدة. ابتعدي، أخبرتك بأنني لا أحب تجربة أشياء جديدة. لكن أعجبتك التفاحة الحامضة التي جربتها، أتتذكر؟ هذا أفضل منها، أعني أسوأ. كل الأشجار هنا أصابها اكتئاب. إنه المزارع موسر، يشعر بالحزن لأن أشجار التفاح لا تنام. سيريحني سماعه بينما أكل تفاحة حامضة، ليت لدي واحدة. يمكنك تناولها إن عدت إلى البستان، ويمكنك سماع غناء المزارع موسر عن قرب. هذا مجهد جداً، أترك المذياع قرب نافذتي. آسفة يا غلامي، لكن هذه الأمنية تريد العودة إلى نصفها الآخر، لذا إن أردت المزيد من التعاسة وكأنك في جنازة، عليك الخروج بحماسة. هل لاحظت ذلك؟ اتبعت القافية. انتظري، أريد سماع المزيد من هذا النواح البائس. الشمس شديدة السطوع بالفعل. نجحت الخطة يا بي، غلامي يتبع الموسيقى. لكن هذا ثمر مر بلا أي نجاح. الأشجار بها التفاح مر بلا نجاح. أغنية بشعة، غنها مجدداً. ترو، عدت غلامي إلى هنا، هل الموسم سيتغير؟ وجوه حزينة، وأغاني حزينة، وتفاح حامض. لماذا قد أغير هذا الوضع الكئيب المثالي؟ لأنه ليس مثالياً للجميع، تحتاج المملكة إليك لتجلب الخريف. هل ستواصلين مضايقتي حتى أعيد الغيوم؟ قولي نعم، قولي نعم. لا يا غلامي، القرار لك وحدك، لكن تغيير الفصل سيسعد الجميع. اعتدت جلب غيوم الخريف فقط لأنني أحبها، لم أفعل شيئاً لأجل أحد غيري من قبل. سيكون تغييراً كبيراً بالطبع، ونعلم أنك تكره التغيير، لكن ربما تكتشف أنك تحب الأشياء الجديدة كما حدث حين جربت التفاح الحامض. نعم، كان هذا جيداً بالفعل. أظن الشمس شديدة السطوع بالفعل. خذي لتظلي دافئة. لا بأس، احتفظ به. شكراً للمساعدة شيدي وهاشا باي وبينك بينك. والآن إلى الحقيبة. نجح الأمر، غيوم غلامي أصابت الأشجار بالنعاس، فلتحيا الكآبة. آسف، فلتحيا الكآبة. لنتأكد من نومها. بدأت بالقيلولة. إذن لماذا نواصل الهمس؟ أنت محق، لا شيء سيوقظها حتى الربيع. إن الأشجار تنتظر الشتاء والأوراق. مرحبا بكم في موسم الأوشحة.
فعلنا. نعم، وقت جمع الفاكهة. تفضل يا غلامي، أعلم أن أصوات السعادة تزعجك قليلاً. لا أفضل ارتداء الأوشحة، فهي مبهجة. لكن أشكرك. انظروا، ستبدأ معزوفة الألوان الجميلة. حسناً، الجميع سعداء. انتهى دوري. مرحى، سأذهب من هنا. انتظر يا غلامي، شكراً لجلب الغيوم، كان لطفاً شديداً منك. أياً كان، لا تنشري الخبر فحسب. تفضل يا بي، تناول كوباً من عصير التفاح. عصير التفاح؟ لكننا نشرب الكاكاو بالتفاح دائماً. وضعت فيه حلوى الخطمي أيضاً، جربه، قد يكون التغيير جيداً. إن التغيير لذيذ. أوه برتلبي. يوم القلوب السعيدة. لقد جاء برتلبي، لقد جاء. هو يوم فرح للقلوب، تسعد به كل القلوب. هو يوم تمتلئ به القلوب سعادة. قلباً سعيداً أمنحك، سأمنحك قلباً سعيد. نرى أننا سنعيش في سعادة. في كل يوم نحتفل، نغني أغنياتنا، نتشارك بالحب مع أهلنا. أمسك قلبك، أغمض عيناي، بسعادة فكر، انظر حوالي، ستعرف ما بداخلنا من حب. نعم، هو يوم فرح للقلوب، تسعد به كل القلوب. هو يوم تمتلئ به القلوب سعادة. تمنحني قلباً سعيداً، أمنحك قلباً سعيد. كم هو رائع إسعاد الآخرين، كم هو رائع إسعاد الآخرين، كم هو رائع إسعاد الآخرين. نعم، يوم القلوب السعيدة هو أفضل يوم على الإطلاق. تبقى لدينا آخر طلب لنوصله. يا للياقوت الأصفر، أنتما سريعا الحركة. لقد بدأت للتو في توصيل القلوب السعيدة لكل أصدقائي. ستكون أسرع إذا غنيت أثناء العمل. هذه نصيحة من محترف. أوشكنا على الانتهاء من توصيل القلوب السعيدة. الشخص الوحيد المتبقي على القائمة هو غلامي غلوما. أنا آسف، لكن غلامي غلوما لا يظهر في يوم القلوب السعيدة أبداً أبداً. لماذا؟ كنت أعتقد أن الحضور إلزامي. من الممتع اجتماع الأصدقاء معاً. إنه كذلك بالتأكيد، لكنه يبقى مكتئباً بمفرده في المستنقع ذي القاع الرطب. يحب هذه الأجواء. هذا محزن للغاية. لا يجب أن يكون أحد وحيداً ومكتئباً في يوم القلوب السعيدة. يوم قلوب سعيدة. مرحباً أيها المزارع موسر، ويوم قلوب سعيدة سعيداً لك أيضاً. يا للأزرق المزعج، كدت أنسى. انتظر أيها المزارع موسر، لدي شيء لأشاركه معك. أتعرف يا بي، يجب أن أذهب لزيارة غلامي غلوما ونعطيه قلباً سعيداً. لا أعتقد أن يوم القلوب السعيدة هو اليوم المفضل لدى غلامي. إنه يبدو كشخص يحب الأيام الكئيبة المغلفة بالحزن. في يوم القلوب السعيدة سنساعد غلامي على أن يكون في أسعد أيامه. صحيح، نعم، في أسعد أيامه على الإطلاق. هيا بنا. في أسعد أيامه على الإطلاق. غلامي، غلامي غلوما. غلامي، حسناً، سمعت أن غلامي يعيش في شجرة مجوفة، فلنكن منتبهين ونبحث عنه بجدية. انتبهي، شيء جاد. إنه غلامي غلوما. غلامي، غلامي غلوما. غلامي، إنها أنا ترو، أتتذكرني؟ مؤكد يعد وجبة لنا. يوم قلوب سعيدة غلامي. كلا، شكراً. يبدو حزيناً أكثر من المعتاد. لست حزيناً، أريد فقط أن أكون وحدي. لكن غلامي، إنه يوم القلوب السعيدة، أسعد يوم في السنة. وقد قطعت كل هذا الطريق كي أعطيك قلباً سعيداً. يا للفرحة. حسناً، أعتقد أنكما لن ترحلا حتى أخرج. نعم. أتعلمان؟ السعادة ليست شعوري المفضل حقاً. ها؟ السعادة شعور مفضل لدى الجميع،
أترى؟ جرب أنت الآن. ماذا سوف أفعل به؟ لا 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 لا, لا, لا يجب أن تأكله، بل ها؟ إن قلبك سعيد تحول إلى الأزرق. لقد حطمته، صحيح؟ أنا آسف. حاول أن تعانقه وفكر بأشياء سعيدة. لا أعرف ما هو هذا الشيء. الأفكار السعيدة هي الأفكار التي تشعرك بالتفاؤل. جرب، فكر في أشيائك المفضلة كالبالونات، بسكويت بنكهة السمك، أو دمى الحيوانات الصغيرة. لن تعرف إلا إذا حاولت. حسناً. هذا لا يحدث عادة، صح؟ لم أرى ذلك يحدث من قبل. يبدو وكأنه تحول إلى قلب تعيس. لقد فكرت في أشيائك المفضلة، أليس كذلك؟ السحب المطيرة، المثلجات الذائبة، مستنقع الخالي من الجيران، هي أشيائي المفضلة للغاية. لدي شعور غريب حول هذا القلب الأزرق، دعنا نراقبه يا بي. لنرى ما سيحدث. لنرى ما سيحدث. كيميولو. أترى ذلك القلب الأزرق؟ ذلك القلب ذو الوجه شديد الحزن، هكذا. بدأت الأجواء تمتلئ بالحزن، لذا علينا تعقبه. سنعود إليك في الحال. انطلق يا كيميولو. واو، حزينة مثلي. سحابة المطيرة. انطلقي. يحلق هناك، يتجه نحو شجرة الأمنيات. لا تقلقي يا ترو، ربما تعمل القلوب السعيدة على تحويله إلى قلب سعيد مجدداً. أو لا. القلوب الوردية إلى زرقاء وحزينة. هيا يا كيميولو، تعقب هذا القلب الأزرق قبل أن يحزن الجميع. انظروا، تحول كل شيء إلى الأزرق الحزين. يا للمفاجأة. ألست ألذ وأجمل توتة على الإطلاق؟ مثالية لعمل المربى. لكنني لم أعد أحب المربى، إنها فقط لذيذة. أيها المزارع موثر، أيها المزارع موثر، هل رأيت قلباً أزرق يحلق في الجوار؟ مياو، أنت أزرق اللون وتبدو حزيناً بعض الشيء، صحيح؟ أو حقاً؟ حزين أنا؟ أليس هذا غريباً؟ مياو، إنه القلب الأزرق. كان أعلى المزارع موسر، لابد أن هذا القلب الأزرق هو ما جعله حزيناً. يا للأزرق السماوي، من أين أتت كل هذه القلوب الزرقاء؟ أهذا قلب سعيد؟ حسناً، نوعاً ما. يبدو كالقلب السعيد، لكنه يبدو مختلفاً. نعم، الاختلاف الرئيسي هو أنه أزرق، وإذا لمسك لن يجعلك سعيداً، سيجعلك حزيناً. يا إلهي، مثل غلامي غلوما. هل ناديت اسمي؟ غلامي غلوما، هل غادرت المستنقع ذلقاء الرطب في يوم القلوب السعيدة؟ يا للوردي المربك، أنا مشوش. انتبه، ملك قوس قزح. حذرتك. متى اشتدت أشعة الشمس هكذا؟ المزارع موسر أولاً، والآن ملك قوس قزح. سيتحول الجميع قريباً إلى تعساء. كيف نصلح يوم القلوب السعيدة إذن؟ مهلاً، لدي فكرة. القلوب السعيدة أتت للنجدة. يا للأرجواني الحزين، انظروا لهذه الفوضى الكبيرة. حسناً، هذا لم يفلح. سنطلب الأمنيات، هيا يا بارتلبي. انتبه يا كيميولو، لا تلمس هذا، القلوب الزرقاء، وإلا ستصبح سحابة كئيبة. أحسنت يا كيميولو،
كان ذلك تحليقاً ممتازاً. زي ترو بارتلبي، يوم قلوب سعيدة. أوه شكراً، لدينا حدث طارئة. علينا أن ننقذ يوم القلوب السعيدة. ها؟ مهلاً، ماذا تقصدين؟ أردت أن يشعر الجميع بسعادة، فأعطيت غلام جلوما قلباً سعيداً. لكنه فكر بالأفكار الحزينة بدلاً من سعيدة. ثم تحول القلب السعيد إلى أزرق. ثم تملك الحزن من المزارع والملك. إن لم نتخذ إجراءً سريعاً سيكون الجميع تعساء، وبدلاً من أن يكون أسعد يوم في السنة سيكون الأتعس. على الإطلاق! يا للهول! هذه حالة طارئة، فلنجلس ونفكر. إذن ترو، كيف تساعدك شجرة الأمنيات؟ حسناً، أحتاج أولاً إلى طريقة لمنع القلوب الزرقاء من تحويل الجميع إلى تعاساء، وبعدها أحتاج أن أعيد من يشعرون بالحزن إلى أشخاص سعداء مجدداً. شجرة الأمنيات سمعتك ترو، حان الوقت للحصول على أمنياتك ثلاث. أنا مستعدة. يا شجرة الأمنيات، يا شجرة الأمنيات، شاركيني أمنياتك الجميلة. شاركيني يا شجرة الأمنيات، شاركيني بأمنيات جداً صغيرة. شاركيني رجاءً يا شجرة الأمنيات، بالقوة السحرية معاً نصنع المعجزات. نصنع المعجزات. ترو، هذه الأمنيات مذهلة للغاية، لنرى ماذا ستقول الموسوعة عن قواها. هذا جومبي. فقاعة منتفخة يمكنه احتواء أي شيء. هل بإمكانه احتواء حماسي؟ جومبي، ستمنع القلوب الحزينة من مغادرة شجرة الأمنيات حتى لا تلمس أحداً آخر. وأقدم لك سليربو. أحب هذه الأمنية. سليربو. سليربو أمنية شافطة تجمع أي شيء بقوة خارقة. سليربو، يهو يهو. واو، سليربو، ستشفطين كل القلوب الحزينة التي غادرت شجرة الأمنيات. وأخيراً لدينا سايزر، أمنية الأحجام، أمنية تجعل أي شيء متناهي الصغر أو كبيراً للغاية. مرحباً سايزر، سعدت برؤيتك. لا أعرف كيف ستجعلين الجميع سعداء، ولكنني واثقة بأننا سنجد طريقة. زو زب زاب، لتدخل الأمان الحقيبة. شكراً زي. حظاً سعيداً ترو، إلى اللقاء بارتلبي. إلى اللقاء. شكرا لك يا شجرة الأمنيات، كم يؤسفني أنك تشعرين بالحزن. حسنا يا بي، نحتاج لإبقاء هذه القلوب التعيسة هنا. حان وقت أمنيتي الأولى. زب زاب زو، أنا أختارك. استيقظ يا جومبي، تحققي يا أمنيتي. مرحبا جومبي، أعرف أنك تستطيع احتواء كل شيء. نريدك أن تلتف حول شجرة الأمنيات بأكملها. مستعد؟ حان وقت جومبي. مياو. رائع، أحسنت صنعاً جومبي. احتفظ بكل هذه القلوب الحزينة هنا، ونحن سنحرر الجميع من الحزن. ترو، لم نلحق ببعض القلوب الحزينة وهي في طريقها إلى المدينة. يجب أن نوقفها. حان وقت أمنيتي الثانية. زب زاب زو، أنا أختارك. استيقظي يا سليربو، تحققي يا أمنيتي. مرحبا سليربو. سليربو، آمل أن تكون جائعا، لأن علينا التهام كل هذه القلوب. دعونا ننظف هذه البلدة. أوه.
انظري قلب آخر. واو، أحسنت في شفتها جميعاً سليربو، شكراً للمساعدة. لديك كل العذر. عد إلى حقيبتي. علينا الآن تحرير شجرة الأمنيات من الحزن وكل من تغلب عليه الحزن. لكن كيف نفعل ذلك؟ حسناً، شجرة الأمنيات حزنت بعد أن هبط قلب أزرق حزين عليها. والقلب الأول تحول إلى الأزرق الحزين عندما لمسه غلامي. أعتقد أن غلامي هو الشخص الوحيد الذي يستطيع مساعدتنا. فلنعود إلى المستنقع ذي القاع الرطب. شجرة غلامي في الأمام مباشرة. مهلا، لحظة، أهذا من أظنه؟ ملك قوس قزح. يوم ملبد بالغيوم الكئيبة يدخل. هذا ملاذي في وحدتي. بارتلبي، امتلأ الجميع بالحزن بسبب القلوب غير السعيدة، وكلها في المستنقع ذي القاع الرطب. أفضل جزء في كون الشخص الوحيد الذي لا يحب يوم القلوب السعيدة هو أنني كنت بمفردي. هذا شنيع، وهو شعور أستمتع به عادة، والآن حتى المشاعر الشنيعة فسدت أيضاً. غلامي، انتظر. لقد أفسد يوم القلوب السعيدة. كان من المفترض أن يكون أسعد يوم في السنة. كان يفترض أن نتشارك الأفكار السعيدة ونشعر الجميع بالسعادة. ربما لا يرغب أحد الأشخاص في أن يكون سعيداً. لما لا ترغب في أن تكون سعيداً؟ لأنني أحب الشعور بالكآبة. وجدتها. ماذا وجدت؟ غلامي، أتسمح بانضمامي إليك؟ هيا تفضلي. شكراً لك. رائع. نعم، المنظر رائع، صحيح؟ أنت محق يا غلامي، هذا جميل جداً. غلامي، إذا حظيت بيوم خاص بك، فكيف ستريده؟ حسناً، لن يكون مشمساً، فأنا لا أحب الشمس، إنها تؤذي عيني. إذن سيكون ضبابياً بدلاً من ذلك. نعم، سيكون هذا أفضل. أنا أحب الضباب، إنه غامض جداً. لا أحب الضباب الغامض. حسناً، الضباب غير الغامض. وماذا أيضاً؟ لا أريد طيوراً مرحة، إنها تؤذي أذني. نعم، أشعر بذلك في بعض الأحيان، خاصة عندما أرغب في النوم. بالضبط. أعتقد أنني فهمت الآن، سيكون يومك الخاص مختلفاً. هل تصفينني بالمختلف؟ هذه أفضل مجاملة سمعتها اليوم. سنسمي اليوم يوم الرفقاء التعساء الذين يحبون أن يكونوا بمفردهم للتمرغ طوال اليوم. ما رأيك في يوم الرفقاء التعساء كاختصار؟ هذا يبدو رائعاً. الأزرق، إنه لوني المفضل. أفهم سبب إعجابك به يا غلامي، إنه جميل، وأنا أفضل الوردي، أحبه لأنه يشعرني بالسعادة البالغة، وأنت تحب الأزرق لأنه يشعرك بالحزن الشديد. غلامي، لدي فكرة، دعنا نجرب شيئاً ما. حسناً، من أجلك فقط يا ترو. ترو، ماذا تفعلين؟ ما الذي يحدث؟ ما الذي حدث للتو؟ ليس لدي أدنى فكرة. الأرجواني ليس سيئاً. هذا مرح في الواقع. أخيراً اتفقنا على شيء. هذه الأمطار الأرجوانية هي الأفضل. لم أرك تضحك من قبل هكذا، هذا جميل جداً. الأمطار الأرجوانية جيدة كما أظن، إنها لا تجعلني حزيناً. أوه.
على الأرجواني البرح. كما أنا سعيد برؤيتكم جميعاً هنا. ملك قوس قزح، أليست هذه الأمطار الأرجوانية مذهلة؟ إنها كذلك بلا شك. ها؟ ها؟ أوه، كدت أنسى شجرة الأمنيات. إنها مغطاة بالقلوب الزرقاء. لننقل هذه الأمطار الأرجوانية إلى شجرة الأمنيات. كيميولو! مرحبا كيميولو، هل بإمكانك دفع هذه السحابة بعيدا عن المستنقع ذي القاع الرطب ونقلها إلى مملكة قوس قزح؟ شكرا على كل شيء غلامي. إلى اللقاء. إلى اللقاء غلامي. إلى اللقاء. نراك. إلى اللقاء. السحابة تحول القلوب الزرقاء الحزينة إلى وردية سعيدة، لكنها ليست كبيرة بما يكفي لتغطية كل القلوب الزرقاء وكل المواطنين التعساء. سأحول كل القلوب الزرقاء إلى قلوب وردية مجدداً. لقد حان وقت أمنيتي الثالثة. زبزاب زو، أنا أختارك. استيقظ يا سايزر، فلتحقق أمنيتي. مرحبا سايزر. مستعد لجعل هذه السحابة المطيرة كبيرة للغاية؟ انطلق سايزر. الفوش يا المذهل، شكرا لك يا ترو على إنقاذ الموقف وجعل يومنا يوما مميزا للغاية. لكن اليوم ما كان سيحتاج للإنقاذ لو أنني تركت غلامي غلوما وشأنه. لا بأس يا ترو، عرفنا ذلك ليوم القلوب السعيدة القادم. أنت محق، لا بأس في أن غلامي بمفرده في مستنقعه ما دام يشعر بما يحب الشعور به. شكرا لك يا غلامي، ويوم رفقاء تعساء سعيدا لك. أنا مبتل جداً، لا أستطيع رؤية شيء في هذا الضباب، وأنا وحيد للغاية في مستنقع الراب. هذا رائع. دمية العيد. البيضة الملونة لي يا ترو، صحيح أليس كذلك؟ ها؟ تعرفين الأزرق لوني المفضل؟ لا، أهلاً، إنه الأصفر. لا تختلس النظر يا بارتلبي، لا يجب رؤية البيضة الملونة إلا حين تنتهي، هذه قواعد العيد. أليس لديك بيضة لتزينها؟ لدي بالطبع، لكنني لم أبدأ بعد. عليك الإسراع يا بارتلبي، قد يتطلب تزيين البيضة الملونة جيداً وقتاً طويلاً. لماذا نتبادل البيضة الملونة بيوم العيد بالأساس؟ ألم تسمع قصة الأرانب الملونة من قبل؟ أرانب ملونة؟ تبدو رائعة ولطيفة وناعمة. هذا صحيح، كانت ناعمة وسحرية. من زمن بعيد تجولت الأرانب الملونة بحرية في البستان عديد الألوان، واستخدمت الأرانب الملونة سحرها لتحويل البيض العادي إلى بيض سحري ملون مليء بالحلوى الرائعة. أي نوع من الحلوى؟ كل الأنواع المدهشة التي لم تعهدها مملكتنا، مثل تفاح القطف وحلوى الخطمي ومقرمشات السمك. مقرمشات السمك؟ نعم، أنا واثق من أن هذا مصدرها. بارتلبي،
لكن إلى أين ذهبت الأرانب الملونة؟ لم يرى أحد أرنباً ملوناً منذ 1,372 عاماً، لكننا مع هذا ما زلنا نلون البيض الزائف ونهديه لأصدقائنا في العيد لنحتفل بسحر الأرانب الملونة. سأهديك هذا العام أجمل أو أروع بيضة ملونة رأيتها بحياتك يا ترو، لكن أولاً علي إيجادها. حظاً طيباً يا بي. البستان عديد الألوان، رائحته بديعة. أتشم! والآن سأبحث عن أجمل وأروع بيضة ملونة على الإطلاق. هذا الطريق الصحيح. حسناً، شكراً. حسناً حسناً، الإشارة تكفي، يمكنني اتباع الإشارة. لم يرى أحد هذا. واو، يا للهول، النباتات التي دفعتني محقة. إنها بيضة ملونة وليست بيضة عادية، إنها أكبر بيضة ملونة رأيتها. ستنبهر ترو لأقصى حد حين تراها. لقد عدت وأحضرت أفضل بيضة ملونة في الكون. ستصدقين حين ترينها ترو، إنها مذهلة حقا. لا تنظري، لن تريها إلا حين تنتهي. هذه قواعد العيد. أريد طلاء الكثير من وفرشاة. ألست أفضل بيضة ملونة في العالم؟ أوه، عزيزتي ويجي جميلة جدا، وبارتلبي يحبها ويتوق إلى إهدائها لعز صديقاته ترو. أوبس، أريد طلاء. لا تتحركي ويجي، كوني مطيعة. سأرجع حالا. ويجي، أين أنت يا ويجي؟ ترو، ملك قوس قزح، أسرع. ما الأمر؟ أنهيت الطلاء بسرعة؟ لا، كنت أزين بيضة ملونة رائعة لترو وغادرت للحظة، وحين عدت لم أجدها. أخذها شخص ما أو شيء ما. انظرا إلى آثار الأقدام، حجمها هائل. إنها كبيرة بالفعل. أظن اتباع الآثار سيكون سهلاً، وسنحل لغز البيضة الملونة المفقودة بسرعة. أحب الألغاز بشدة. حان وقت إيجاد لص البيضة الملونة. نحن قادمون يا ويجي. سار بشكل عجيب وكأنه لا يعرف وجهته. صحيح، يبدو أنه يبحث عن بيضات أخرى ليسرقها. سارق البيض يسعى لسرقة المزيد. ليس لصاً عادياً، يبدو أنه وحش قوي جداً وخبيث جداً وكثيف الشعر وكبير الأنياب وسارق للبيض، ويتجه مباشرة نحو مدينة قوس قزح. انظري كيف يسير الجميع ببراءة حاملين البيض الملون في مكان مكشوف ليراهم الوحش سارق البيض. علينا تنبيه الجميع ليخبئوا البيض حتى نجد الوحش القوية جداً والخبيثة جداً وكثيف الشعر وكبير الأنياب ونمسك به. لم أتأكد من أنها حالة طوارئ حقيقية بعد يا بارتلبي. ترو، ما رأيك؟ آثار الأقدام كبيرة بالفعل، وبيضة بي اختفت حقاً. أظن بارتلبي قد يكون محقاً بشأن الوحش سارق البيض. أوه، يؤسفني إفساد يوم العيد. وإن كان بارتلبي محقاً، فعلينا حماية الجميع والبيض الموجود لديهم. حسناً، إذن حسمت قراري. أرجو انتباه مواطني مملكة قوس قزح.
لدينا دليل على وجود وحش مجهول يسرق البيضة الملونة في المملكة. من فضلكم خبئوا البيضة في مكان آمن واجتمعوا هنا في الساحة حتى إشعار آخر. وحش سارق للبيض الملون؟ سمعتم الملك؟ خبئوا البيض. إن كان الوحش مخيفاً كما يشك بارتلبي، قد نضطر إلى إلغاء العيد كله. إلغاء العيد كله؟ أيها الملك، رجاءً، لا يمكنك إلغاءه. سنكتشف ما حدث لبيضة بارتلبي، وسنقيم احتفال العيد. علمت أن بوسع الاعتماد عليكما. حظاً طيباً ترو، حظاً طيباً بارتلبي. حسناً يا بارتلبي، لم تعد هناك آثار نتبعها. آثار الوحش، لا تنسي أنها آثار لوحش سارق للبيض. يحتمل أنها آثار وحش، ومن دون آثار الوحش المحتمل، الطريقة الوحيدة لحل اللغز بالوقت الملائم لإنقاذ العيد هي مساعدة الأماني. أوكو ميلو، إلى شجرة الأماني رجاءً. ما رأيك باللون البنفسجي؟ مرحبا جميعا، أهنئكم بعيد البيض الملون. ترو، بارتلبي، سررت بكما. أرادت بعض الأماني أن ألونها مثل البيض. تبدون رائعات. عيد البيض الملون هو سبب مجيئنا. بارتلبي كان لديه بيضة مميزة، أفضل بيضة على الإطلاق، ونظن بأنها سرقت بواسطة وحش ضخم شديد القوة سارق للبيض. لديه أنياب ومخالب، وسرق بيضة المثالية وأخذها إلى عرينه السري، وحاولنا ملاحقته لكن أثاره اختفت. لسنا واثقين من هذا. بل أنا واثق بحدسي. رأينا آثار أقدام كبيرة بالفعل ثم اختفت، ويجب علينا حل اللغز، وإلا قد يضطر الملك إلى إلغاء عيد البيض الملون. لنجلس ونفكر. حسناً ترو، كيف تساعدك شجرة الأماني؟ برأيي اسمحي لي، أولاً علينا إيجاد السارق، وبعدها علينا سعادة البيضة، وبعدها علينا الهرب بأقصى سرعة، ويجب أن نحرص على يستطيع سرقة البيضة مجدداً. أظن بارتلبي يحاول أن يقول إن علينا إيجاد البيضة والوحش أيضاً واستعادة البيضة لكي نستطيع إنقاذ العيد. سمعتك شجرة الأماني ترو، لقد حان وقت أمانيك الثلاث. أنا مستعدة. يا شجرة الأماني، يا شجرة الأماني، شاركي أمانيك المذهلة معي رجاء. شاركيني يا شجرة الأمنية، شاركيني بأمنيات جدا صغيرة. شاركيني رجاء يا شجرة الأمنية، بالقوة السحرية معا نصنع المعجزات. بالقوة السحرية معا نصنع المعجزات. آمل أن تكون الأماني شديدة القوة، فسنحتاج إليها. فلنقرأ عنها في الموسوعة. أمنيتك الأولى سكانزي، لتحديد المواقع. أمنيتي المفضلة في لعبة الغميضة. تبدو أمنية مميزة للعثور على بيضة بارتلبي والوحش أيضاً. والآن أمنيتك التالية. سام سام، من أفضل أماني المحاكاة، بوسع الأمنية تقليد أي صوت تجده. سام سام، حقاً مثل ماذا؟ حقاً مثل ماذا؟ واو 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 واو. حسناً هذا يكفي. حسناً هذا يكفي. لا أنا جاد. لا أنا جاد. كيف توقف هذه الأمنية؟ كيف توقف هذه الأمنية؟ حسناً سام سام، انتهينا. صوت سام سام كصوت بارتلبي بالضبط. وسيلة إلهاء ممتازة، بوسعنا استخدامها لإلهاء السارق بينما نستعيد البيضة منه من تحت أنفه. إن كان لديه أنف، ماذا عن الأمنية الثالثة؟ جرابلو، أمنية حمل، يمكنه رفع وحمل أي شيء. جرابلو. رائع، الأداة المثالية لأخذ البيضة.
أو 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 فلنأخذ الجميع، نختطف الوحش وأصدقائه اللصوص، نعم نعم، وننقلهم إلى مكان بعيد جدا عن مملكة قوس قزح لإنقاذ عيد البيض الملون. لا تقلق يا بي، أظن الأماني ستفيدنا بشدة. زو زبزاب، الأماني في حقيبتي. وقت العثور على البيضة المفقودة واستعادتها. شكرا يا زي. ألن تستخدم سكانزي؟ يجب علينا أن نجد الوحش قبل أن يبتعد ببيضتي. دعنا نسأل الآخرين أولا. إن أتى كائن غريب وتجول بالبلدة حاملا البيضة، فلا بد أن أحدهم لاحظه. فكرة رائعة ترو، فلنجد حلا لهذا اللغز فورا. ولا الوحش الذي سرقها. أيمكننا استخدام سكانزي الآن؟ رجاءً، هل استخدمتها؟ بالتأكيد، حان وقت أمنيتي الأولى. زبزاب زو، أختارك. استيقظي يا سكانزي، تحققي يا أمنية. سكانزي، نحن نبحث عن بيضة مميزة جداً، تبدو هكذا. بوب بوب. ووحش مخيف جداً يبدو هكلا. سكانزي، أظن سكانزي وجدت شيئاً وتتجه إلى البستان عديد الألوان. سكانزي، إنها ويجي. وأمسك الوحش بها وها هو يهرب. ويجي، نحن قادمان لإنقاذك. إن الوحش في داخل بيضتي. إذن هناك وحش يسرق البيضة بالفعل. أنت اسمعني، اترك بيضتي وشأنها أيها اللص الماكر. بابا بي. بابا بي. مياو، إنه يطاردنا. أهرب. بابا بي. بسرعة يا سكانزي، عودي إلى الحقيبة. آسفة لعدم تصديقك يا بي. يزعجني أن أكون محقاً طوال الوقت. غيرت رأيي، يمكنك أخذ البيضة، خذها. ما زال يطاردنا، لكنه لا يرى شيئاً من داخل البيضة. لابد أنه يتبع صوتك. إنه يتبع صوتك. ليس بيدي حيلة، نبرة صوتي رخيمة ولا تقاوم. بابا بي. أعرف كيف أمنعه من مطاردتنا. حان وقت أمنيتي الثانية. زب زاب زو، أختارك. استيقظي يا سيم سيم، تحققي يا أمنية. سيم سيم، أريد منك تقليد صوت بارتلبي ليسمعه الوحش. لا وقت لدينا، إنه قادم إلى هنا. إلى هنا. إلى هنا. إلى هنا. بابا بي. إلى هنا. إلى هنا. نجحنا. أوه لا، أرسلنا سيم سيم نحو مدينة قوس قزح. إلى هنا. إلى هنا. علينا الوصول إليها أولاً لتحذير الجميع بشأن الوحش. هيا. أسنركض مجدداً؟ بالواقع ها
مملٍ على الإطلاق. إلى هنا، إلى هنا. بارتلبي؟ ويجي، توقفي. ويجي، توقفي. بابابي. لا تتحركوا، هناك وحش قوي جدا وكثيف الشعر وكبير الأنياب وسارق للبيض في تلك البيضة. ربما أخطأت بقول ذلك. بابابي. بابابي. إصلاح الوضع وإيقاف هذا الوحش. بالطبع، لا، لا أستطيع، لن أقترب من هذا شيء مطلقاً. قد لا تضطر إلى ذلك أبداً. وقت أمنية الثالثة. زب زاب زو أختاره. استيقظ يا جرابلو. جرابلو. تحققي يا أمنية. هل يمكنك الإمساك بهذا الشيء وإبعاده؟ جرابلو، جرابلو. خاصة أنا، أبعده تماماً. بابابي. بابابي. شكراً يا جرابلو، لا تتركه إلا حين نقرر ما سنفعل به. مياو، أين هذا الوحش؟ سأتولى أمره. أنا قط قوي جداً. أنا لا بأس يا بي، جرابلو أمسك به. أحسنت جرابلو، أمسك بهذا الوحش بإحكام شديد. أنت سارق البيض، لكنك لطيف جداً وناعم أيضاً. بارتلبي، هذا ليس سارق بيض، يبدو أنك وجدت لنا أرنباً ملوناً. وجد لنا أرنباً ملوناً حقيقياً؟ كالذي ذكرته في القصة؟ هذا صحيح. بابابي. أشعر بالحرج الآن، أخبرت الجميع بأن هناك وحشاً قوياً كثيف الشعر كبير الأنياب وسارقاً للبيض. بي، لا بأس، جميعنا نخطئ أحياناً. صور لك خيالك أن الأمر حقيقي، لكنه خاطئ. لكن لم أحضر لك بيضة ملونة كما وعدتك يا ترو. بارتلبي، البيضة التي أحضرتها لي كان بداخلها أرنب ملون. إذن ألم أفسد عيد البيض الملون؟ بالعكس تماماً، جعلته الأكثر تميزاً على الإطلاق. واو، لم أفسد عيد البيض الملون. وي بابابي. ماذا حدث الآن؟ سحر الأرنب الملون. برأيي عليكم فتح كل البيض الملون. أنت فعلت هذا؟ واو، ليتك تأتي في العيد كل عام. يا للمفاجأة يا بارتلبي. هذه فكرة مدهشة. من الآن فصاعداً سنحتفل بالعيد بزيارة صديقنا الجديد الأرنب الملون، وسنخبئ البيضة لأن الأمر ممتع جداً. أحسنتما يا أمنيتي، والآن إلى الحقيبة. نجحنا يا بي، حللنا اللغز ووجدنا بيضتك ومعها الوحش. بالوقت الملائم لإنقاذ العيد. أفضل يوم بحياتي. حتى إن كنت الوحيد الذي لم يأخذ بيضة ملونة. أهنئك بعيد البيض الملون يا بي. رسمت مقرمشات السمك المنفوخة وصورتنا معا، إنها
ممتازة، شكراً ترو. شكراً يا ويجي. مقرمشات السمك وحلوى الخطمي المنفوخة المميزة. شكراً ويجي، أتمنى لك عيداً سعيداً. وسنراك بالعام القادم. بابابي. نريد الحلوى. ممتاز، ستدهش ترو حين تراه. سيكون مرعبا جدا، سأخيفها بشدة. بارتلبي. نلت منك، إن كنت يقطينة لأعطيتني الحلوى. فزعت بشدة. هذا لا يعني شيئا، فأنا قط، لكن قناعي لا بأس به أيضا. بوغا بوغا بوغا. أتحاول إخافتي أم إضحاكي؟ مزحة جيدة ترو، لكن سنرى من سينال حلوى لذيذة أكثر من اليقطين هذا العام. مياو. هيا ترو، فلنذهب لإخافة اليقطين. إنهما جريزلدا وفروكي، ولن ارتدي قناعاً مرعباً، فلماذا خفت هكذا؟ لم أخف، أنا لم أتوقع فقط أن تقفي أمامي مباشرة، وأنا سعيد برؤيتك يا فروكي الرائع. مهلاً، لما أتيت إلينا على أي حال؟ لا تخشين الذهاب لمستنقع اليقطين وحدك، أليس كذلك؟ ماذا؟ أنا خائفة؟ ها، مستحيل، أتيت لأنني ظننتك ستصاب ببعض التوتر، واتضح أنني محقة. لكن غالباً علينا الذهاب قبل أن يشتد الظلام لأجل بارتلبي بالطبع. حقاً؟ وقبل انتهاء الحلوى اللذيذة. أقنعتني. علينا انتظار زي، دعوته ليرافقنا أيضاً. أوه، جيد، لم أخف أحداً بعد، وربما أفاجئ زي. ترو، أخفت أحدهم أخيراً، قفز زي مني. قفزت بالفعل، لكن أظن قفزة بارتلبي كانت أعلى. هذا لا يعني شيئاً، فأنا قط. إذن أصبحتما مستعدين إلى مستنقع اليقطين والحلوى اللذيذة. ترو، أنا لا أرى حلوى لذيذة، ربما علينا المجيء غدا، ربما بوقت مبكر أكثر. تنمو الحلوى داخل الثمرات من بداية العام، لا نريد أن يفوتنا اليوم الوحيد حين توزعها. فكرت أن هذا سيسهل إيجادها. واو، انظروا إليها. انظروا، أصبحت مضيئة، هذا يعني أن الحلوى اللذيذة جاهزة. نعم، لقد حان وقت حصاد الحلوى اللذيذة. أنا أولاً. الحلوى رجاءً. ها؟ جريزلدا، عليك تقديم شيء لليقطينة أولاً، أتذكرين؟ وبعدها تكافئك بالحلوى. تقديم شيء؟ يمكنك إفزاع اليقطينة أو إضحاكها أو أداء حركة مميزة. حركة؟ أوه، حسناً، أعرف ما سأفعله. قف واطلب الحلوى من اليقطينة يا فروكي. يمكنك فعلها. قف وارفع يديك. هيا، هكذا. هيا فروكي. أحسنت يا جريزلدا. ماذا؟ لا، أنا لم أقصد التسول، لكن أخذت أول قطعة حلوى. شكراً يا قطينة. دورك زي، تبدو عملية واضحة وبسيطة. سأقدم لك الآن رقصة بسيطة وأظنها ستعجبك. واو. عجبتك؟ لا، لدي حركات أخرى. رائع. أنتم هو، سأريكم الطريقة الصحيحة، شاهدوا وتعلموا. انتبهوا.
انظري لكل هذه الحلوى اللذيذة. أوه مهلاً، ألا تتذكر أن علينا فصل الحلوى اللذيذة عن الحلوى الخضراء الخطيرة؟ فأنت تعلم علينا تجنب الحلوى الخطيرة حتى لا تحدث مشكلة كبيرة. ظننتها أغنية. لا بي، إنها حقيقة. إن أكلت حلوى خطيرة سيحدث لك شيء غريب. حلوى جيدة، حلوى خطيرة، حلوى جيدة. وما عيب هذه الحلوى؟ ماذا لو كان هذا النوع أفضل من الحلوى اللذيذة؟ هذا ممكن برأيي. لا تجربها يا بي، لا يفترض أن أكلها فحسب، يعرف الجميع ذلك. لا بأس، هنالك الكثير من نوع الحلوى اللذيذ. جيدة جيدة، خطيرة خطيرة، جيدة جيدة. انتهيت. لكن ماذا نفعل بالحلوى الخطيرة؟ سنعيدها إلى المستنقع غدا وننثرها حول النباتات لأنها تساعد في نمو اليقطين. إذن فهي مفيدة لليقطين ومضرة للبشر أو القطط مثلي. وقد تكون حيلة يقطينية لاستعادة أفضل نوع. شكلها ما زال مغريا جدا، سأضعها في الخارج حتى لا أكلها. حسنا أيتها الخطيرة، سأراك غدا. ماذا تفعل بالخارج؟ لا شيء، أردت ترك الحلوى الخطيرة بالخارج حتى لا تغريني بأكلها. فكرة جيدة، لكن لا تتركها بمكان يجده أي مخلوق ويأكلها، فقد لا يعرف القاعدة. أو أنت محقة، لا نود أن تأكلها أي كائنات إلا حين أحسم قراري بشأن تذوقها. ماذا تفعل الآن؟ سأخبئ الحلوى الجيدة حتى لا تغريني لأكلها أيضاً، على الأقل ليس كلها معاً. اختفيتي، لن أفكر في أكلك، على الأقل ليس قبل أن أجوع بمنتصف الليل، حينها ستكونين مفيدة جداً. مرحباً. يتي، لا، لا يفترض أن تأكل الحلوى الخطيرة، الجميع يعرفون ذلك. حلوى؟ لا لا. أكلها؟ لا. نعم. لا، لا تفعل. لذيذة. كنت واثقا إنها جيدة. ترو محقة، كان هذا غريبا، أخذ مني الحلوى الخطيرة. بارتلبي، أسمعت صوت عواء حين كنت بالأعلى؟ صوت عواء؟ أي عواء؟ صوت عواء مثل أوووو. أتعنينا ويو؟ لا، بل أقرب إلى هذا الصوت. بارتلبي، ماذا حدث لحلواك الخطيرة؟ يتي أخذها. بارتلبي، كانت عند النافذة، كان ينتظرها، صدقيني. لا، هل أكل واحدة؟ هل حدث شيء غريب؟ أكل واحدة ثم أصبح هكذا. هكذا. هذا ليس خطيرا جدا. ثم أصبح لونه أخضر وأضاءت عيناه وارتفعت أذناه، ثم بدأ بالعواء وقفز من فوق السطح. قلت لونه أصبح أخضر؟ حسنا، هذا خطير بالفعل. أجل، هذا هو. يركض الآن نحو مدينة قوس قزح بباقي الحلوى الخطيرة. إذا سنذهب إلى هناك. هيا يا بي، يفترض أن نجد اليتي بسهولة، أعني إنه ضخم وأخضر ويبدو أنه يحب العواء. هذا هو. لا، هذا ليس هو. انظري هناك، ما هذه الكائنات؟ بسبب قطعة حلوى خطيرة. مهلا، هذا ليس أخضر اللون، سيساعدنا. مرحبا أيتها الحلوى الزرقاء اللذيذة، ترى ما مذاقك. ألذ مما توقعت. مهلا، كانت حلوى خطيرة. نك نك. إنه يخدعهم لتناول الحلوى الخطيرة.
وبعدها يصبح لونهم أخضر ويبدأون في العواء. ترو، بارتلبي، أرأيت ما الوحوش الخضراء المنتشرة بالأنحاء؟ وحوش خضراء. ماذا حدث بالضبط؟ هذا ما حدث بآخر مرة أكل فيها أحدهم حلوى خطيرة. لهذا السبب وضعت القاعدة منذ سنوات عديدة، علينا تجنب الحلوى الخطيرة حتى لا تحدث مشكلة كبيرة. ظننت الجميع يعرفون بهذا الأمر الآن. نعم، بالطبع، يعرف الجميع أنه لا يجب تناول الحلوى الخطيرة. لا أصدق. لابد أن الوحوش الخضراء تخدع الآخرين لتناول الحلوى الخطيرة لتحويل المزيد إلى وحوش. للأسف هذه طريقة انتشارها. كيف نساعدك؟ علينا إطعام كل الوحوش قطعة حلوى جيدة، وحينها سيعودون إلى طبيعتهم. يبدو أمراً بسيطاً. هناك مشكلة واحدة، إن ظلوا على هيئة الوحوش حتى اكتمال القمر فسوف يبقون هكذا للأبد. بي، علينا إصلاح الوضع. أسرع، حان وقت مساعدة الأماني. كيميولو إلى شجرة الأماني. حظاً طيباً. حلوى جيدة، حلوى جيدة. أوه، حلوى خطيرة. زي. مرحباً، هل استمتعتما بالحلوى؟ مشكلة كبيرة، سمحنا بالصدفة لليد بتناول الحلوى الخطيرة. نعم، كلانا. أوه لا، هل تحول للون الأخضر وبدأ في العواء؟ كيف عرفت هذا؟ علينا تجنب الحلوى الخطيرة لئلا تحدث مشكلة كبيرة. أياً كان، يعرف الجميع ذلك. حسناً، فهمت. والآن لقد تحول مختلف المواطنين إلى وحوش خضراء وتتجول بالأنحاء وتحول المزيد إلى وحوش. تخيل الضوضاء بصياح الجميع. هكذا قال الملك إن علينا جمع الوحوش قبل اكتمال القمر، وسيحدث هذا قريباً، وعلينا إيجاد الكثير من المواطنين المتحولين، وغالباً يوجد المزيد والمزيد والمزيد والمزيد. حسناً، فلنجلس ونفكر. حسناً ترو، كيف تساعدك شجرة الأماني؟ علينا جمع كل الوحوش، وبالطبع من دون أن نتحول أيضاً، قبل اكتمال القمر، وأن نجد طريقة لنطعمها جميعاً الحلوى اللذيذة. سيكون الأمر صعباً. سمعتك شجرة الأماني ترو، حان الوقت لأخذ أمنياتك الثلاث. أنا مستعدة. يا شجرة الأماني، يا شجرة الأماني، شاركي أمانيك المذهلة معي رجاءً. شاركيني يا شجرة الأمنيات، شاركيني بأمنيات جدا صغيرة. شاركيني رجاءً يا شجرة الأمنيات، بالقوة السحرية معا نصنع المعجزة. بالقوة السحرية معا نصنع المعجزة. إنها أماني رائعة، أنا أتوق لمعرفة معلومات عنها. هذا بابلو. مرحبا بابلو. بابلو كجهاز سحري، تدخلين إليه ثم تحميك فقاعة خاصة. واو، هذا سيحمينا من الوحوش الخضراء. وأمنيتك التالية فلينغو. سررت برؤيتك فلينغو. فلينغو أمنية إطلاق، تجعل الأشياء تطير. رائع، هذا سيفيدنا بالطبع بطريقة ما. أمنيتك الأخيرة شيرزي، أمنية المشاركة. مرحبا. دعني أخمن، هل تشارك شيئا مع الآخرين؟ يبدو ذلك. لست واثقة مما سأفعله بها، لكنها ستساعد. زو زب زاب، الأماني في حقيبتي. شكرا زي. سررت بالمساعدة، حظا طيبا. وتذكرا ألا نأكل الحلوى الخطيرة، أعرف ذلك. اطمئن. هذا واحد. مرحبا. أوه، إنه زي عيد رائع حقا. أوه، كما أنت لطيف. Ha 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 ha!
ما زال الأمر غريباً. واحد آخر. حلوة لي، سأتناولها. كيف سنستطيع حتى جمعها معا؟ انظري، إنها تهاجم غريزيلدا. ابتعدي أيتها الوحوش الخضراء، لست خائفة منك إلى حد كبير. غريزيلدا، لا تسمحي لها بخداعك، لا تأكلي الحلوى الخطيرة. لا فروكي، لا ترفع يدك. لا تطلقها. خدعت فروكي. أظن الأمر سهلاً بالفعل. ترو، ساعديني، أريد استعادة فروكي. مياو، انظرا. أظن سنحتاج إلى مساعدة. حان وقت الأمنية الأولى. زب زاب زو، أختارك. استيقظي يا بابلو، تحققي يا أمنية. بابلو، احمينا من الوحوش الخضراء. بابلو، هل أنتما مستعدان؟ مخيف 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 مخيف، آمل أن تفلح. نا 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 نا. أطفال غريبون. بابلو، أحسنت صنعاً، نحن في أمان. ما كانت تلك الوحوش لتجبرني على تناول الحلوى الخطيرة. لكن سأظل في الفقاعة لبعض الوقت إن لم تمانعي. وحدي. إنها تفتقد فروكي. لكنه تحول إلى وحش، كيف سنعيده؟ قد نستخدم الحلوى لخداع فروكي مجدداً. هاي فروكي، خذ هذا. عزيزي فروكي، شكراً ترو. أحسنت يا بابلو، عد إلى الحقيبة. بابلو، والآن علينا إعادة الجميع إلى طبيعتهم. لكن القمر كاد يكتمل. تقريباً كل مواطني مدينة قوس قزح تحولوا إلى وحوش. سنحتاج إلى الكثير من الحلوى اللذيذة. لحسن الحظ، لم آكل التي جمعتها. يمكنك أخذ ما جمعته. وبالطبع زي سيعطينا ما جمعه. رائع، هذا سيكفي برأيي. لا داعي لاستخدام ما جمعته، صحيح؟ لا داعي. ماذا؟ لديك الكثير. حسناً، يمكنك أخذ الحلوى مني، لكنني معترض. أظنها كافية لعلاج الجميع، لكن الوحوش الخضراء انتشرت بأنحاء المدينة. كيف سنجبر الوحوش على تناولها أصلاً؟ سنجد صعوبة شديدة في خداع محتالين. فلنفكر جيداً. أتذكر كيف قفز فروكي لتناول الحلوى حين ألقيتها إليه؟ ربما يفعل الآخرون ذلك، وبوسع فلينغو إطلاق الحلوى لمسافات بعيدة لنصل الجميع بالوقت المناسب. فكرة رائعة، الوحوش تشبه الكلاب بالفعل. حان وقت أمنيتي الثانية. زيب زاب زو، أخبارك. استيقظ فلينغو، تحققي يا أمنية. احذري يا وحوش. حسناً فلينغو، ابدأ العمل. يا لها من حلوى لذيذة. نجحنا، علينا فقط أن نوصل الحلوى للجميع قبل اكتمال القمر.
الوحوش، التهميها. مرحباً. مرحباً. حسناً، اكتمل القمر. أيريد أحدكم العواء؟ كانت نوعاً ما مزحة بسيطة. لا يهم. أخبار جيدة. بفضلكم عادت كل الوحوش إلى طبيعتها بنجاح تام. مواطنو المدينة الآن بأمان. لكن آمل ألا يحزن الجميع، لأن عليهم الانتظار للعام القادم للحصول على الحلوى. لابد من وجود بعض الحلوى بمكان ما. عذراً يا بي، لم يبقى سوى قطعة حلوى صغيرة. هل تعنين أن علينا الانتظار لعام كامل حتى مجيء العيد القادم؟ لا. مهلاً، ما زلت أحمل أمنيتي الثالثة، أمنية المشاركة. ترو، هل يفترض أن نقسم قطعة حلوى صغيرة على الجميع؟ فلنرى قدرات شيرزي. حان وقت أمنيتي الثالثة. زابزو، أختارك. استيقظي يا شيرزي، تحققي يا أمنية. شيرزي، أريد منك تقسيم قطعة الحلوى على كل مواطني مملكة قوس قزح. مهلاً، مهلاً، انتظروا. أولاً، علينا إبعاد الحلوى الخطيرة. فتناول الحلوى الخطيرة ممنوع. الجميع يعرف ذلك.